رحمة الله وبركاته. بفرح جدا لما احس ان حلقة فادت عيان، فادت عيان يا يوسف، استفدت فادت منها. والله يا دكتور، ربنا يبارك لك كتر خيرك. يوسف شاب محترم كان بيشرب سجاير، فقال لي انا بطلت السجاير بسبب الحلقات، ففرحت قوي. قلت له والنبي حسستني كده ان علم ينتفع به. قول لي يعني ازاي، او جات ازاي، او كنت حسيت بايه، او ليه بطلتها، او حسيت الحلقات فرقت في ايه عشان غيرك يستفيد. انا مرة واحدة كنت بشرب سجاير ولقيت ضربات قلب زادت جدا وما كنتش عارف اخد نفسي، فبدأت اخش على اليوتيوب واشوف الدنيا فيها ايه. شفت فيديوهات للدكتور رامي وكده، فلقيته بيكلم مريض فبيقول له موعدنا يوم الجلطة، فقلت والله ما انا شاربها تاني. فاكر لما قلت له دخن زي ما انت عايز ونتقابل يوم الجلطه؟ لما جات له جلطة في المخ ومراته جات لها جلطة في القلب. يا انت شفت الحلقه دي والله فقلت مش كل هشوفها حلقاتك تاني. يا دكتور من ساعتها والله مبطل سجاير. مفيده يعني؟ والله طب كويس كتر يا حبيبي، خيرك، ربنا يبارك لك الله يا رب. يكرمك. طب لو حد بقى بيشرب سجاير وبيشوف الكلام ده تقول له ايه؟ هو لو مش مقتنعش بالموضوع غصب عنه هيقتنع، وصدقني والله لو ما بطلت غصب عنك هتيجي تقعد مكاني هنا وتيجي تقعد مع الدكتور ان شاء الله. وانت عيان والله الحمد لله. وفرقت بعد ما بطلت والله ما 3 اسابيع حسيت بتغيير، بس لسه ثلاث بقى. اسابيع لسه مبطل بس؟ طب ثلاث تمام. اسابيع وكنت تدخل ليك قد ايه مثلا؟ 6 سنين. 6 سنين. انت عندك كام سنه؟ عندي 21 سنة، يعني من وانت لسه في الاعداديه؟ 15 انت سنة فاشل. يعني من قبل ما، يا رب يا جدع خير، بس مش هترجع تدخن تاني؟ لا لا مبسوط والله من كده؟ والله لو حصل ايه ما هرجع ادخن تاني. صلى على النبي. ممتاز، اتفضل يا اتمنى من كل واحد بيدخن انه يسمع حاجه زي كده من شاب صغير بدا تدخين بسبب اصدقاء السوء غالبا هم اللي والله بيعملوا يا دكتور التدخين ده، صح؟ حقيقي. تدخين وبعد كده مخدرات وبعد كده حشيش، لحد يقعدوا يجروا المصري مش الواحد. يا دكتور المصري. الحمد لله. ممتاز. اتمنى ان محدش خالص يخش اصلا في اي تدخين، حرام. ليه تصرف فلوس وتضر نفسك؟ واعمل زي ما يوسف عمل كده، خدها من قصرها. اتمنى تستفيدوا من الحلقات دي، وبفرح والله، حسيت فعلا دلوقتي ان في ثمره من الحلقات دي. لما اشوف واحد جاله جلطه وخد اسبرين وقرقشه، لما اشوف واحد بياخد دواء سيوله وعرف ان في ماريفان بيتحلل، لما اشوف واحد عنده غيبوبه سكر وعرف انها غيبوبه سكر فخد ملبسه ففاق من الغيبوبه وكان هيموت فيها، لما اشوف واحد جاله وجع في صدره وعرف انها جلطه وراح المستشفى وقال لهم اعملوا لي رسم قلب وتحليل انزيمات قلب دي جلطه وانا عارف، لما اشوف واحد بيدخن وكان هيدمر صحته وسامع حلقه فبطل الدخان. وهو ده الهدف من الحلقات، ان نفيد الناس وانها والله تبقى يا يعني. دكتور كتر خيرك بجد، وربنا عز وجل في ميزان حسناتك والله بجد، يا يعني رب ربنا اللي يا يعني رب، يا رب وعلى روح ابوي الله يرحمه. الله يرحمه يا ورحمه. رب تكون مفيدة. تحياتنا ليكم، في امان الله.